السلام عليكم احبابي، دايرين بخير؟ نتمنى تكونوا باحسن الاحوال. مرحبا بكم على سعاد فلوغ في فيديو جديد. وبما ان اليوم راس العام اخر السنه، كنتمنى لكم، بغي نقول لكم سنه سعيده، وباش كنتمنى بكل المتمنيات ديالكم الصحه وطول العمر، واي واحد كيتمنى شي حاجه يا ربي تحقق لي في هذه السنه الجديده. ونتمنى اننا هذه المشاكل كامله ديال 2020 انها ننساوها مع هذا الوباء وهذا المرض وداكشي وكاع المشاكل اللي دازوا معاها. في الاخير نقول الحمد لله على كل اي حاجه كيف ما بغات تكون. كما كتشوفوا التحضيرات ديالي ديال اليوم، هنا الخبز، لي سلطه، العصير كما كتشوفوا انكم غادي تشوفوا فيه كيفاش باش صايبتو. وهنايا فوالا لي كويس دو دان كيفاش زينتهم، حمرتهم في الفران، ها هما جاو على هاد الشكل. الفريت، طريقه الفريت باش تجيكم ناجحه وزوينه ومقرمله مقرمشه وما فيها لا ما كيشرب لا زيت لا والو، انكم تسلقوه في الماء سخون واحد 3 دقائق وديروه في الكونجيلاتور حتى كيجمد، عاد تخرجوه تقليوه. وهنايا لي شيكون كما كتشوفوا جات ودرت لي بوجي على داك الشكل. المهم الطابله جات هكا غزاله. ومن طبيعه الحال انا كاين الكاطو، الكاطو حتى من بعد ضروري غادي نصور لكم حسن الكاطو وغتشوفوا تلقاوه في الفيديو مع الورود. بزاف المفاجآت. ونتمنى انكم هذا الفيديو يعجبكم وتتابعوه وتشاهدوه كامل، واللي ما مشاركش عندي يشارك واعجاب ويدير ابوني. ومهم انا لبست على هذا الشكل كما كتشوفوا، لبست هاد السبيبيط مع هاد الجيبة وهاد البودي، درت هاد الكولي في لارجون. المهم فوالا، نتوما كتعرفوا عليا بشويه بشويه، ان شاء الله المره الجايه تشوفوني كامله ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ومع عام جديد وعاوتاني روتينات بشكل اخر، ديما 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 الجديد. وانتم ما تبخلوش علينا، تشجعونا، حنا بدينا كنتمنوا في 2021 اننا نكونوا متعرفين على بعضياتنا، نكونوا اننا ولفنا بعضياتنا، ويكون عندي واحد الجمهور، واحد العائله تكبر لي لا فامي ديالي. والسلام عليكم، سلامه، سنه سعيده. المقادير كالتالي، هنايا عندي هاد الفخاد ديال بيبي، المهم نرقد بشويه بشويه. عندي واحد المعلقه ديال السمن، عندي هنايا كما كتشوفوا القزبره معدنوس والثومه كثر الثومه واللب ديال الحامض، اللب ديال الحامض مصير. بالنسبه للعطريه راهي كالتالي كما كنستعملوا في، عندي هنايا الخرقوم الكركم، جونجومبر سكين كبير، الابزار، الملح حسب الذوق، الملح راك تبقاو تزيدو. شويه ديال الزعتر، غير شويه، زيت العود، وندخل فيهم انا لي قامور ونخليهم يبقاو يتقدو حتى نشوف كاش غنطيبهم. والله ما عرفتش نطيبهم في الطاجين، هذا ندخلهم في الفران، نطيبهم ديريكت في الفران. هنا باقا حيره، المهم نرقدهم وديك الساعه يبان ليا.
وغرافكم يا اما بالزيت نشوف. المهم تبقاو معايا حتى الاخير، داكشي اللي وجدتو راه غنوجدو معاكم. المهم احبابي، من بعد تفكير طويل من اللي ترقدوا لي هذوك لي كويس دو دانت، المهم درتهم في الطاجين على هذا الشكل. غادي نخليهم تيطيبوا باش يبقى لي حتى لاصوص ديالهم كيجي بنين، وندخلهم يتحمروا في الفران. من بعد هنايا درت دي زكاي نقيتهم باش غنزين بهم. هنا كوم هادو دي شيكون كي الزوج ديالي كيبغيهم، هادو كيتقدموا غير هكا، مازال غادي نقسمهم على جوج. كيدار فيهم غير ندير فيهم زيت العود، شويه الابزار والملح ولي فينيغريت. وهنا دوز وجدت واحد سلطه، سلطه سامبل فيها الخس والكونكومبر الخيار والطوماط سويز مطيشه وشويه الفغيز. وهنا الخبز ديالي من طبيعه الحال راني دايره يتعجن. هنا غنوجد واحد المشروب اللي كيتكون من الفغيز والحامض ولامونت، وانا للاسف ما عنديش نعناع، وكطحن مع هاد ليموناد ديال الحامض، وانا غنزيد معاه بالانسيه الليمون. هذا ما كان احبابي، نتمنى هادشي اللي كنت قصر معاكم يعجبكم، وبقوا معايا رجع معاكم شويه من اللي طيب لي الطاجين. هيا مو ماري aussi il vous souhaite une bonne année pour tout le monde. Bonne année. Et mes enfants aussi. Bonne année. Bonne année à tout le monde.